مرة أخرى سيداتي وسادتي نجدد الترحيب بحضراتكم قبل انطلاقة القمة التي تبدأ بأجواء جماهيرية لا مثيل لها. هذه الأجواء في ديربي الرياض الكبير بين النصر والهلال. تنافسية كبيرة وعالية للغاية والأجواء تحكي نفسها، القمة تقدم نفسها، الليلة لا مثيل لها، الكورة سيكون فيها صراع كبير، والكورة بين تاليسكا وإيجالو أو بين بعض الأسماء اللي ستكون محط انظار الفريقين في هذه المباراة. من جهة أخرى بطبيعة الحال أبو بكر سالم الدوس، كرة طويلة لكنها أقرب إلى كونان، أمن عليها أقرب عند أوسبين. كانت الحديث عن هذا الديربي اللي قبل انطلاقته بأيام كان كثير من الكلمات حوله. بالسلامة إن شاء الله لمحمد البريك اللي كان في اللقطة الماضية مع زميله في قائمة المنتخب السعودي سلطان الغنام. اللاعب يبحث عن الحلول، يحاول المرور مع سالم الدوسري، أكثر من لاعب، تغطية، تدخل خطأ يحتسبها حكم المباراة لهداف الدولة الأولى. خمس دقائق أولى، تاليسكا حطها لكنها في الجدار، وبعد ذلك تحولت إلى ركنية نصراوية وسط مطالبة بوجود لمسة نصراوية أولى في القمة. الكرة العرضية خطيرة، المايوف تدخل تصل إلى فيتو، يحاول اختراق دفاع نصراوي. إيجالو يبحث عن الحلول، يحافظ على كرته، يلعب العرض عند كاريو، لمسة في اليسار خطيرة وكرة بدون عيب. رونالدو أمام كرة ثابتة، رونالدو حطها لكنها جاءت عالية، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. والنهاية من إيجالو يسجل أول أهداف الديربي، هدف هلالي أول في هذه القمة قبل أن تكتمل الدقيقة العاشرة. أفضل من الجانبين، الكرة في وسط الميدان، محاولة فيها تغطية، تدخل خطأ، إنذار سعوده ويكتفي الحكم بالخطأ، يستدعي فيها محاولة نصراوية طويلة وخطيرة بالرأس لكنها مرت المرمى. غونزاليس صاحب هذه اللقطة لكن الكرة عدت إلى ضربة مرمى من المدافع اللي تدرب، يبحث عن الكرة الطويلة على رأس أبو بكر، طويلة لكنها بعيدة. مريرة بناء هجمة في جهة اليسار، محاولة من جانب سامي عرضية لكنها لا زالت خطيرة، لمسة فيها تغطية وتدخل وبعد ذلك تسلل. كان في شك بوجود تسلل قبل كل شيء في اللقطة الماضية، ولكن الهجمة استمرت بعد ذلك. الحكم يشير، يكون عندك ملاعب بعدد أكبر بسعة أكبر، طويلة الكرة أوسبينا، ما بالك ونحن في القمة. حلوة 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 تمريرة، لكن حاول يمر أبو بكر، بينية خطيرة ولكنها فيها تغطية من جانب جحفري أمام تاليسكا، بالتالي ضاعت الكرة الأخيرة. طويلة الكرة، راسية تحضير خطيرة وفرصة لكن المعيوف أقرب للكرة، فرصة كانت في منتهى الروعة لتاليسكا، المعيوف خرج في توقيت حاسم. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لمعيوف. اللاعب يتوقف بسبب إصابة حارس المرمى، بالتأكيد الحالات النادرة اللي يطرحك. ولا زالت الكرة في على حدود منطقة الجزاء الهلالية، هيون واللي يمسك كرة ويضغط، الهلال يتراجع في هذه الأثناء. هيون في اتجاه سالم الدوسي للسير على الكرة خطيرة، أوسبينا يخرج من باكر، يحاول يمر مر أبو بكر، عدى بكرة وتسديدة لكنها في يد المعيوف. يا الله، فيها تغطية دفاعية تصل بعد ذلك إلى كونان النجعي بمهارة بريو، يحاول يعدي جوساو يتدخل، صراع الكرة يكسب فييتو، خطأ على تاليسكا، خطأ على تاليسكا. بالسلامة لفيانو سعود على جهة اليمين، خطيرة هلالية، تمريرة لكنها طافو، تغطية من جانب سعود عبد الحميد، كرة عرضية داخل المنطقة لكنها سحيب لوسيانو فييتو، خطيرة هلالية عرضية داخل المنطقة لكنها سهلة في يد دافيد أوسبينا. كرة نصراوية خطيرة أخرى، لمسة بينية أخرى وفرصة، يبحث عن كرة عرضية داخل المنطقة خطيرة.
مبكر. لعبة يا حريف، لعبة حلوة وعلى جهة اليسار مر 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 عرضية فرصة، لكن السلطان يبحث في كرة بالكعب إلى أبو بكر، خطيرة داخل منطقة الجزاء للبحث على المرتدة إلى تاليسكا، ينتظر مساندة مر وتغطية وتدخل وإنذار على غوسافو كويار. نعم، بطاقة صفراء على كويار، بطاقة صفراء على كويار بعد تدخله في الأداء، لكن انصدمت في العمري كأنه عطاير، لكنها سهلة في يد أول. البحث عن التعادل بكرة عرضية خطيرة، لكن الدفاع عبد الحميد بتمريرة إلى إيغالوب، الهتبة لم تكتمل، التذكر تمريرة الرد لا تكتمل، مبكر يحاول التسديد كرة لكنها في يد المعيوف. مرة ثانية في الزحمة حاول كري ناصر التمريرة أمامية لإيغالوب، تركها خطيرة لكن أمام جانب كان أسراوي عرضية من جانب الصليهم، رونالدو مسحها، تاليسكا حطها، كلهم في خدمة النصر. تصل مرة رهيبة، التقاهم تحرك بجانب رونالدو بالرأس، هدف نصراوي لتاليسكا، روعة روعة روعة. العرضية فن كيونسو، صراع في الأخير، كرة إلى رمية جانبية للهلال من جانب الدفاع أقرب إلى دافيد أوسبينا. محاولة إنهاء الشوط الأول بهذه النتيجة بخطأ احتسب حكم المباراة على أيمن يحيى لمصعد سالم الدوسري، للعودة في أحداث هذا اللقاء. فيها كرة لمصعد أبو بكر، محاولة تمريرة سعود عبد الحميد بكرة عرضية خطيرة، لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأمسى حلوة باتجاه سعود عبد الحميد، عرضية داخل منطقة بالرأس خطيرة لكنها مرت، وبعد ذلك تحولت إلى ضربة مرمى. 45 دقيقة انتهى، داخل منطقة الجزاء النجعي يحاول يمر، تأخر وتغطية، اختراق الدفاع، تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، أبو بكر تسديدة، يا الله حلو العمل في اللقطة الماضية، تمريرة من تاليسكا، تمريرة فتحرك باتجاه لوسيانو فييتو، تغطية وتنفيذ، واسب بيتي على تنفيذ الخطأ، مارتينيز تسديدة والمعيوف خلصها حلوة من جانب بيتي، اللمسة في المساحة إلى كولان تسديدة وكرة، يا الله خلصها بالقدم المعيوف، ضغط نصراوي، قدم المعيوف، ضغط نصراوي ورأسية أخرى، يا الله كرة أمام سعود عبد الحميد بكرة عرضية خطيرة بالرأس ومرت، يا الله ألقى السلطان غنام، واحدة يمين واحدة شمال، النصر يضغط من كل الأماكن، يهاجم الهلال بقوة في هذه الدربية البينية خطيرة لأبو بكر وفرصة، لكن المعيوف يخرج فيها تسلل على أبو بكر. نعم، فيها تسلل اللقطة الماضية على فينسان أبو بكر، تمريرة تبيتي مارتينيز، الكرة اللي تحرك تاليسكا، تمريرة في المساحة إلى تاليسكا وتسديدة، رامون دياز، وايضا مع فريقه الحالي الهلال. بالسلامة لسعود عبد الحميد، بالسلامة لسعود عبد الحميد على حدود منطقة الجزاء، محاولة تمويه، تغطية من الدفاع، طويلة أمامية خطيرة للنجعي، استقبال لكن التغطية، محاولة إلى إيغالو في مكان خطير، تحرك من ناصر خطيرة وصافرة وركلة جزاء، يا ناصر الدوسري اللي تحرك واخترق الدفاع النصراوي بعد تمريره ذكيه من جانبي قالوا، بعد ان شاهدها حكم اللقاء في اكثر من مره قرر احتساب ركله جزاء. نعم، في هذه اللقطه لمصلحه الهلال، والدعوات في المدرجات النصراويه في لقطه، والترقب في مدرجات الهلال في لقطه، غارسيا ورامون وامامنا سالم واسبينا، سالم التورنيدو، التورنيدو في المرمى، هدف ثاني يا زعيم، من لها غير سالم.
سالم الدوسري من لها غير التورنيدو. الهدف الثاني لمصلحة الهلال من علامة الجزاء الإنذار ليوسمين على ما أظن بالتأكيد كان على احتجاج على شيء ما ربما على ركلة الجزاء نفسها. على كل حال سجل سالم الدوسري هدفا يجعل فريقه يتقدم في النتيجة في هذه القمة بهدف ثاني لمصلحة الهلال. ومن جانب التورنيدو اللي تألق في العديد مصلحة النصر تغيير اتجاه اللاعب طويلة أمامية معي كده جزرة وتوم وبصل احتاج معي أي مادة دهنية زي ما قلت لكم زبدة أو زيت. تابعوني وشوفوا معي الفيديو للآخر. هقطع كده الخضار اللي موجود معايا. هبتدي كده بالبصل قطعت كده البصلة تقطيع صغيرة معي هنا الجزر هقطعه وبعد كده التوم. قطعت كده الخضار معي هنا وجهزته يبقى احتاج معي الجزر والتوم وبصل. اي مادة دهنية على النار كده نبتدي نشتغل فيها. هبتدي كده مع اجيب الحاجة اللي اشتغل فيها واحط المادة الدهنية بتاعتي